يعاني العراق من فجوة غذائية تنمو منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، وصلت إلى ذروتها في الوقت الراهن، وبات تمويل استيراد الغذاء ثقيلاً على الموازنات المالية للدولة، ويستنزف جزءاً لا يستهان به من الدخل القومي. الأمن الغذائي الذي هو أحد المكونات الأساسية للأمن الوطني يشير إلى توفر الغذاء للأفراد دون أي نقص، ويعتبر أن الأمن الغذائي قد تحقق فعلاً عندما يكون الفرد لا يخشى الجوع أو لا يتعرض له، ويستخدم كمعيار لمنع حدوث نقص في الغذاء مستقبلاً أو انقطاعه. وإن لتدهور وضع الزراعة وما نتج عنه من نقص في وفرة المواد الغذائية وما له من انعكاسات خطيرة على الأمن الغذائي الوطني يعد علامة بارزة على الزيادات الهائلة في تعداد السكان. مشكلة تدهور الإنتاج الزراعي تكمن في تقلص الإنتاج المحلي لمعظم المحاصيل الزراعية، إذ وصلت مستويات الإنتاج إلى مراحل متدنية جدا تكاد لا تغطي أكثر من 10% من الطلب المحلي. وكذلك مشكلة انخفاض مناسيب المياه التي تعتبر من أخطر المشاكل في البلاد. التحكم في واردات النهرين بسبب سيطرة دول الجوار، إيران من جهة وتركيا وسوريا من جهة أخرى، على منابع النهرين، فهناك السدود التركية التي تحتجز حوالي 80% من حصة العراق المائية، بينما تحتجز سوريا 10% من حصة مياه العراق. فالواردات المائية لنهر الفرات انخفضت بما يعادل 80% تقريبا بعد التطوير لمشاريع البلدان المجاورة على هذا النهر. وكذلك تدهورت نوعية المياه الواردة إلى العراق بدرجة كبيرة تزيد على الضعف. أما نهر دجلة فإن التردي في نوعية المياه فيه كانت أقل نسبيا من تردي نوعية مياه نهر الفرات. وبحسب الأرقام فقد ازدادت الإمدادات الغذائية من 13 مليون و800 ألف طن في عام 2000 إلى 20 مليون طن في عام 2019، أي بنسبة 44%. قابلها ازدياد في أعداد السكان العراقيين بمعدل الضعف تقريبا خلال العقدين المنصرمين، سيما بسبب النزوح من الأرياف إلى المدن بحثا عن فرص العمل.